انيس كده انيس كده اسمك كده لا يوم الملح ودع برافو 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 عليك كثير ذكية انك ما حكيتي ولا كلمة كثير ذكية ما حدا حس وحياتك ما حدا حس بالفرق يعني انا لاني بعرفها الغنية بعرفها حافظها يعني ايه لاني بعرفها انا حاسة انه في شيء ناقص بس كثير ذكية منك انك سكتت وطلعت نطرت الموسيقى لفتت فيها هو الشام وحياتك وتعمل لي هيك انه ما تنعوا ان شاء الله خير ان شاء الله يا شانتال ان شاء الله بس دوماش ما فليتش وشك ما ظهرش كنت محضر لك غنيه قال لك اياها بالمقص ها انا مبسوطه قوي يا رب تكتمل بكره بعد الشراره يقول لي حلو بكره يعني شو كنت كيف كيف حبيبي الله حبيبي يلا روح شوف الدنيا انبسط شفت كيف كان كنا عم تحكي لي انه انبسط كنا عم نحكي يا جايز انا مروان جايز انا مروان البارح كنا نحكي كيف كان ينصحني كي لما اسافر وشو اعمل اليوم طلعت توب 1 حبيبي انت لازم تقول فجمعة الجاي انا بدي انصح مش دينا سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وابعثوني سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وابعتولي سلام أمانة والنبي سلام أمانة وشو أمانة والنبي الله 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 شكرا حيت شجعتوني وشكرا لكاع اللي ساندوني سواء الفنانين المغاربة أي واحد ساعدني وصوت ليا أنا كنحماق عليكم الله يخليكم ليا ولا يخدكم عليا وشكرا حيت شجعتوني وان شاء الله ما نخيبش امالكم وان شاء الله غادي نخدم على راسي ونكون قويه وتسناوني في ليفال غادي نحضر شي حاجه ما كايناش وما دايراش كاع كنحماق عليكم انتم حياتي